السلام عليكم، وكنتمناكم تكونوا على خير وبخير. هاد النهار ان شاء الله غادي نوجد معاكم البيني. كما كتعرفوا الدراري الصغار كلهم كيعجبهم البيني، و مع دابا راهم شدوا العطلة، ان شاء الله غادي نديروا لهم البيني الكوتي. غادي نبدا معاكم المقادير. عندي هنايا واحد الحامضة، القشور ديال الحامضة محكوك. عندي هنايا بيضة، عندي هنايا الحليب. الحليب على حسب الجوده ديال الطحين ولا ديال الدقيق. راكم كما كتعرفوا كاين الدقيق اللي كيشرب الماء ولا الحليب، وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. عندي هنايا عندي واحد الخنيشه ديال الفاني. عندي هنايا نص معلقه صغيره ديال الملحه. عندي هنا 3 معالق كبارين ديال السكر سنيده. عندي هنايا المخميره ديال الكاطو ولا الحلوه. وعندي هنا معلقه كبيره، معلقه صغيره عامره مزيان ديال الخميره ديال الخبز. دابا غادي نبداو. وعندي هنايا الدقيق، عندي تقريبا 500 غرام غادي نديرو. والطحين كما كنقول لكم دائما، انا كنغربلو مزيان باش من كنجي نعجنو كيجي مهوي. دابا غادي ندير هاد، نزيد عليها البيض، نزيد عليها سكر سنيده. يعني المقادير كامله غنديروها في خطره. نزيد عليها نص ملعقة ديال الملحة، نزيد عليها الخميرة. يعني كتجي ساهل وخا، لأن كلشي كيدار في خطر، مكنبقاوش كل حاجة نديروها. نخلي غير هادي دلفاني، نخلط هادشي. وعندي الحليب دافي ماشي سخون، دافي كما كتعرفوا. دابا الحال شي شويه بدا راه سخون، ماشي بدا تيسخن، راه سخون. وهي العجينه ديال البينيه كتجي ما كتجيش بحال العجينه ديال الخبز، كتجي شي شويه مرخوفه. دبشينا تدرناها درناها ثقيله، راه كيجي مدقس من الداخل من الاحسن. جوا مرخوف، يعني تقريبا بحال العجينه ديال الملوي، شويه الملوي شادي شويه، المهم كيجي مرخوف. نسيت الزيت، غادي نزيد 3 معالق ديال الزيت، 3 معالق الزيت ديال الزيت كبارين. غادي نكمل على هكا وعلى هاد الطريقة، وغادي نزيد 3 معالق ديال الزيت، وديك الساعة إن شاء الله نتلاقاو. دابا هانتوما كيما كتشوفو، راني جبت ديك الخنيشه ديال الفاني وزدت الزيت. غادي نبدا ندلكها غير هكا، غير في هاد الزليفه. غادي نبدا ندلكها غير هكا، ما تحتاجش ندلكوها، ندلكوها زعما بحال هكا الطريقه ديال الخبز ولا غير هكا. نبقاو نجمعوها، ومن غادي نحس بيها بدات تجمع غادي نديرها في البلاستيكه ونخليها، نخليها حتى كتخمر. ما كتخمرش مزيان، ما كنخليوهاش تخمر مزيان، لان الا خمرات مزيان فاش كنبداو نقليوها كتفش. ضروري نخليوها تخمر غير شويه، تبدا تطلع فيها الخميره، وديك الساعه ان شاء الله غادي نرجعوا باش عاوتاني نكرسوها، لان كتخمر على جوج المرات. ها انتما كما كتشوفوا العجينه ديالنا راه خليتها خمرت واحد شويه وقطعتها. دابا غادي نبدا نطلقها، غادي نقطعها بالكاس. اللي عنده القطاعه ديال البيني ولا القطاعه ديال الصابلي كيكونوا كبارين، حتى هادو كنقطعوا بهم. واللي ما عندهمش يقدر يديروا الكاس، بحال انا ما عنديش ديك القطاعه ديال الصابلي الكبيره، عندي غير ديك الصغارين، يعني غنقطع بالكاس. الكاس راه كي حتى هو كيقضي الغرض. ضروري نديروا الطحين لان كيبقى يلصق.
كما كتشوفوا راني خليته مطلوق، وخا هكا خليته مطلوق. كما كتشوفوا غنبقى على هاد الطريقه هكا حتى نطلقو كامل، وديك الساعه نطلقو ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. هانتوما كما كتشوفوا انا طلقتها، دابا غادي نبقى نقطعها بالكاس، واللي قطعتها غادي نبقى نحطها على الزويف هنا على هاد المنديل هذا. هيا باش نخليهم عاوتاني يخمروا المره الثانيه. كتعرفوا الوليدات تيعجبوهم هادشي ديال البينيه مع دابا الحال سخون، تيعجبهم هادشي. انا غنبقى على هاد الطريقه هكا حتى نكمل كاع هاد الكميه اللي عندي. باقي عندي عاوتاني، حيت فرق ديك الكميه اللي كانت عندي العجينه فرقت على ثلاثه ديال المرات. غادي نبقى هكا حتى نكملها، وديك الساعه ان شاء الله نتلاقاو. ها انتما كما كتشوفوا هنا راني كملتهم وحطيتهم وخليتهم حتى غادي نخليهم عاوتاني يخمروا. غنغطيهم بواحد المنديل اخر وغادي نخليهم عاوتا هما عاود يخمروا. من بعد ان شاء الله ديك الساعه ملي يخمروا غادي نبداو غادي نتلاقاو باش ديك الساعه نبداو نقليوهم. كتشوفوا انا خليت الزيت، درت الزيت وخليته كيسخن مزيان، ودرت له العافيه مويان. دابا راه خمروا لي، خليتهم تقريبا واحد 15 دقيقه وخمروا. دابا غادي نبدا نقليهم، يعني كنقصوا البوطه باش ما كيتحرقوش، كيطيبوا على خاطرهم. انتما كما كتشوفوا هما كيتنفخوا بوحديتهم بلا ما نديروا فوقهم الزيت، راسهم كيتنفخوا. دابا هانتوما كما كتشوفوا محيتنا غير كنحطوهم كنخليهم واحد شويه على ما كنكملوا الحطان، وكنبداو نقلبوهم باش ما كيطلعوش ديك النفيخات اللي كيكونوا فيهم. دغيا خصنا نسربيوهم. هانتوما كما تشوفوا كيتقلاو، كنقلبوهم باش ما كيتحرقوش. كما كتشوفوا ها البنيه ديالنا وجد، فاش كنحيدو من المقله نيشان كنحطو في سنيده باش كتلصق عليه. الا مشينا خليناه حتى برد راه ما كتلصقش عليه سنيده، وكيجي على هاد الطريقه هادي، وكيجيو منفوخين، وكيجيو تبارك الله مرتفعين بزاف، كيجيو خاويين من الداخل. انا غادي نوريكم من الداخل كيجيو خاويين، وكيجيو زوينين وهشاشين. وكنتمنوا يعجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى يا ربي تفرجوا في الفيديوهات ديالي وديرونا لايك. و انتما كما كتشوفوا فاش حليت وحده كتجي هكا، كيجيو خاويين وكيجيو مرتفعين وكيجيو طيبين. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وبالسلامة عليكم، ونتلاقاو شي فيديو واحد اخر ان شاء الله يا ربي.